بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ولشيخنا ووالدينا الدرس الأول. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، لا أحد يصور، كأني أرى أحدا يصور من هناك، لا أجيز التصوير، بارك الله فيكم. نعم. قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنشرع بارك الله فيكم في شرح هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، الشهيرة بالأربع القواعد أو القواعد الأربعة. وقبل أن نبدأ في شرح كلام الشيخ رحمه الله، أتكلم باختصار عن هذه الرسالة المختصرة من وجهين. الكلام عن هذه الرسالة المختصرة من وجهين. الوجه الأول أن هذه الرسالة على وجازتها واختصارها فإنها من أنفع الرسائل، أنها على وجازتها واختصارها من أنفع الرسائل المختصرة في بيان صحيح الاعتقاد، في بيان صحيح الاعتقاد المتعلق بألوهية الله جل في علاه. ولهذا درج العلماء رحمة الله تعالى عليهم على تدريسها والتعليق عليها وحث الطلبة على حفظها ومدارستها. إذن هي رسالة لا يستغني عنها المنتهي ولا غنى لها ولا غنى للمبتدئ عنها، فلا يستغني عنها المنتهي ويحتاج إليها المبتدئ، بل لا غنى له عنها. والسبب في هذا راجع إلى أمرين اثنين. السبب في عدم استغناء المنتهي والمبتدئ لها راجع إلى سببين اثنين. أولهما أن مضمون هذه الرسالة، مضمون هذه
الرسالة مضمونها نعم متعلق كما تقدم بصحيح المعتقد، بصحيح المعتقد، وذلك في بيان التوحيد الخالص لله جل وعلا، وكذلك بيان ضده وهو الشرك. وكلا البيانين جاء بعبارات مختصرة قوية في المبنى، كثيرة في المعنى، جاء بها الشيخ رحمه الله، وكما قيل عند العرب: الشيء يعرف حسنه بمعرفة ضده، وبالأضداد تتميز الأشياء. وضح؟ إذن هذا السبب الذي من أجله عني العلماء بهذه الرسالة. السبب الثاني أن هذه الرسالة المختصرة من عقلها وفهمها فهما جيدا فإنه يفهم دين المشركين، وكذا يفهم دين المسلمين. أقول من عقلها وفهمها فهما صحيحا فهم دين المشركين، وفهم أيضا دين المسلمين، أي الدين الإسلامي الحق الصحيح. ومع الأسف فإن كثيرا من الخلق لا يفهم هذه القواعد الأربع، فصرفوا ما يجب صرفه لله إلى غيره جل في علاه من شجر أو حجر أو نحو ذلك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا بسبب الجهل بحقيقة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكذلك الجهل بحقيقة الشرك بالله جل في علاه. هذا ما يتعلق بالسببين عن الوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو يتعلق بعنوان الرسالة، إذ قال المصنف رحمه الله: سميت بالأربع القواعد أو القواعد الأربعة. ونعرج على معنى القاعدة، فالقاعدة لغة هي الأساس، وقواعد البيت أساسه، ومنه قوله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ومنه قوله جل في علاه: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وقواعد الهودج هي خشبات أربع معترضات في أسفله، في ماذا؟ في أسفله، ويحمل الهودج عليها. والجمع قواعد، وفي الاصطلاح هو الأمر الكلي. القاعدة هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه، يفهم أحكامها منه. هذا معنى القاعدة عموما، كما ذكر هذا جمع من أهل العلم منهم ابن السبكي في الأشباه والنظائر وغيره. ولن أعرج على الفرق بين القاعدة والضابط أو القاعدة والأصل، فليس هذا محل البسط، لكن أنبه إلى أن بعض أهل العلم يستخدم القاعدة الأصل بمعنى القاعدة، بعضهم
قد يستخدم الأصل بمعنى القاعدة بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل، واضح؟ ومن هؤلاء الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في رسالته أو في كتابه إعلام الموقعين. هذان الوجهان المتعلقان بالرسالة ابتداء، ثم بدأ الشيخ بالبسملة وقرأ القارئ وفقه الله أولى المقاطع والكلام عليها من وجهين أو عليه من وجهين. الوجه الأول أن المؤلف رحمه الله بدأ الرسالة بالبسملة، وهذا الابتداء منه يتفق مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية، ويتفق أيضا مع صنيع الأئمة من السلف، فهو سائر على طريقة الكتاب والسنة وطريقة الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. الأمر الثاني، بدأ رحمه الله بقوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. بدأ رحمه الله بالدعاء لك يا طالب العلم ويا طالب الحق ويا من تبحث عن الحق لتعبد الله على بصيرة، فبدأ بالدعاء لك، وهذا من نصحه لك وللأمة، من نصحه لك أي طالب العلم وكذا للأمة، من نصح الإمام محمد رحمه الله لك وللأمة أن بدأ بهذا الدعاء. وقد جمع رحمه الله في هذا الدعاء بين أمرين اثنين، بين الدعاء والإفادة، دعا لك وجاءك بما يفيدك، بما لو حققته فإن الله يتولاك في الدنيا ويتولاك في الآخرة، واضح؟ أقول جاءك بأمرين اثنين، بالدعاء وبالإفادة، بالدعاء وبالإفادة. فالدعاء سأل الله عز وجل أن يتولاك في الدارين، ومن يتوله الله عز وجل فاز ولن يضره مكروه. قال الله جل في علاه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإن تولاك الله فلا خوف عليك. ومن دعاء الشيخ أيضا رحمه الله هنا أن قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت. هذا الدعاء مقتبس من قول الله جل وعلا حكاية عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فهو مقتبس منه. وقد جاء في بيان معنى وجعلني مباركا أينما كنت، جاء عن الإمام الثوري ومجاهد رحمة الله تعالى عليهما أن المراد به هنا جعلني مباركا، أن المراد به معلما للخير حيثما كنت، معلما للخير حيثما كنت. تريد أن تكون مباركا حيثما كنت فعلم الناس الخير حيثما كنت إذا كنت من أهله، أعني من أهل تعليم الناس. وجاء عن مجاهد في رواية، كل ذلك عند الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير،
أنه أي المراد بجعلني مباركا أينما كنت أي نفاعا نفاعا، والمعنى متقارب، فمن علم الناس الخير حيثما كان فقد نفعهم. والمؤمن كالغيث أينما حل نفع، الغيث والسحاب المزن أينما حلت نفعت وأمطرت فاهتزت الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج. هكذا يجب أن يكون المؤمن السني نفاعا معلما للناس الخير حريصا على هداية الخلق وبيان الحق لهم. ومن دعائه أيضا رحمه الله أن قال لك وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذا من دعائه أيضا لك، فمن قام بهذه الثلاث المذكورات هنا بأنه إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، إذا قام العبد بهذه الثلاث فيما لو قامت به فقام بحقها، فإنه ممن قام بشكر الله جل وعلا، وكذلك قام بما يجب عليه لله جل في علاه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ويقول جل وعز: وما بكم من نعمة فمن الله، فهي كلها منه جل وعز. وشكر الله عز وجل يكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وإنما يكون أو يوقع العبد الشكر بالقلب واللسان والجوارح. وإذا أذنب العبد استغفر ربه وخر راكعا وأناب، نعم العبد إنه أواب رجاع إلى الله مخبت متذلل له جل وعز. وإذا ما ابتلاه بأمر فإن الواجب عليه الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كما قال الله جل وعز. هكذا شأن المؤمن، المؤمن بالله حقا هذا هو شأنه. ولهذا جاء في الصحيح عند مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام محمد هنا إذ قال: فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، اقتبسه من كلام للإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل. فيقول رحمه الله في بدء الكتاب ابن القيم، نقرأ لكم عليكم كلامه، قال رحمه الله بعد البسملة والحوقلة، قال رحمه الله: الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. قارن هذا بكلام الإمام محمد: وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد، يعني في الدنيا وأين في الآخرة، يعني في الدارين، وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا. ما لك حال ثالث رابعة؟ العبد بين هذه الثلاث ليس له حال رابعة،
لا ينفك عنها عبد أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. الأول نعم من الله فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، التحدث بها ظاهرا، تصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. الثاني محن من الله جل وعلا يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسلي، والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن الله تعالى فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكرهه، كما له عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله جل وعلا، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. فإذن كلام الإمام محمد مقتبس من كلام الإمام من؟ ابن القيم رحمه الله. وهنا أيضا كلمة للإمام ابن القيم في الفوائد، يقول رحمه الله في شأن السعادة لمن يبحث عن السعادة، قال رحمه الله: والأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة. سعادة العبد تنبني على ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده. أولاها التوحيد، وضده ماذا؟ الشرك. والسنة، وضدها ماذا؟ البدعة. والطاعة، وضدها ماذا؟ المعصية. ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة في الله. خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده. هكذا رجع الأمر إليه. فقل لي بربك من يقول إن دراسة كتب العقيدة تقسي القلب، ما عرف الاعتقاد الصحيح وما ذاق حلاوته. قال رحمه الله: ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة في الله. إذ إنك لو رغبت في الله لبحثت عن مراضيه، وابتعدت عن مساخطه، وتقربت إليه وانكسرت له، وتذللت وخضعت إليه جل وعز، وبحثت عن أمر عظيم أمرك به وهو التوحيد، ففتشت وطبقت ذلك الأمر كما يريده جل وعز. قال: وفيما عنده. الرغبة خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عند الله، ولهذا ابتعدت عن ماذا؟ عن تحقيق التوحيد وارتكاب ماذا؟ الآثام والمعاصي، ومن الرهبة منه ومما عنده. انتهى كلامه رحمه الله، وخير الكلام ما قل ودل. وقال أيضا رحمه الله في فصل آخر في مراحل تعظيم الأمر والنهي رحمه الله، قال:
قال رحمه الله: قاعدة جليلة، النعم كلها من الله. قد فكرت في هذا الأمر، يقول: قد فكرت في هذا الأمر، فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده. نعم الطاعات أن تتلذذ بالطاعة، فهذه من الله، من الله بها عليك لتتلذذ بها. ولهذا كان من دعائه، من قوله عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال رحمه الله: نعم الطاعات ونعم اللذات، فترغب إليه أن يلهمك ذكرها وأن يوزعك شكرها. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال جل وعلا: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله، فذكرها النعم منه، أليس كذلك؟ قال: ومن مجرد فضله، فذكرها أي ذكر النعمة وشكرها لا ينال إلا بتوفيق، أو لا ينال إلا بتوفيقه. فإذا وفقك الله للشكر فقد أنعم عليك جل وعز. قال: والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه، وإن لم ينكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه. فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه أي مرة أخرى، وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها، فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الثلاثة الأصول، ولا فلاح له إلا بها. ما هي؟ الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح، إليها رجع كلام الإمام، فعنوان السعادة هذه. قال: ثم فكرت فإذا مدار ذلك على ماذا؟ على الرغبة والرهبة، وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف شاء سبحانه. فإذا وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة، وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك. وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. انتهى كلامه رحمه الله. بهذا اقتبس الإمام محمد رحمة الله عليه هذا المقطع من كلام الإمام ابن القيم وغيره. نعم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم. يقول الإمام محمد رحمه الله بعد ذلك: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا نقف ونتكلم على هذه أو على هذا المقطع من وجوه. الوجه الأول:
قوله رحمه الله اعلم، هذا خطاب متوجه إلى كل من يصلح له هذا الخطاب. اعلم، هو لا يخاطب المجنون أليس كذلك، ولا يخاطب من لا يعقل، يخاطب من يتوصلح أن يكون هذا الخطاب له من حاضر أو سامع أو قارئ أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا الخطاب، هذا اللفظ خطاب متوجه إلى كل من يصلح له الدخول في هذا الخطاب. وفيه أيضا، أي في هذا القول اعلم أرشدك الله لطاعته، أقول فيه التلطف بك يا طالب العلم بالدعاء، فقد سبق في أول مقطع أن دعا لك بدعوات عظيمة، ثم أعاد بأن دعا الله لك أيضا، أليس كذلك؟ قال اعلم أرشدك الله لطاعته، فدعا لك متلطفا بأن يرشدك الله لطاعته بالرشد، والرشد ضد الغي. قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان: الرشد هو العلم بما ينفع، الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به، الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به. ثم قال: والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر. الرشد والهدى إذا أفرد، يعني إذا ذكر الهدى في موطن والرشد في موطن، تضمن الرشد معنى الهدى، وذاك إذا أفرد تضمن الهدى معنى ماذا؟ الرشد. وإذا قرن أحدهما بالآخر، يعني إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، وإذا قرن أحدهما بالآخر قال: فالهدى هو العلم بالحق، والرشد هو العمل به. إذا 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 اقترنا، فالهدى ماذا؟ العلم بالحق، والرشد هو العمل به. وضدهما هو الغي واتباع الهوى، هو الغي واتباع الهوى. انتهى كلامه رحمه الله. فالإمام محمد هنا ابن عبد الوهاب يدعو الله لك بالرشد لطاعته، وهنا يعني أفردت فتضمنت ماذا؟ معنى إيش؟ الهدى، فهي هنا تتضمن معنى الهدى. إذن العلم بما ينفع والعمل به. فالإمام محمد يدعو الله أن يرشدك لطاعته ويلاطفك بهذا الدعاء، لأن العلم مبني على التلطف، إذ هو رحم ورحمة. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحم بين أهله ورحمة على الخلق أجمعين. ثم لتعلم أيها المحب أن هذه الكلمة، كلمة اعلم، إنما يؤتى بها في مقام الاهتمام، يؤتى بكلمة اعلم في مقام الاهتمام، تنبيها وحثا للسامع على التدبر والإصغاء لما سيذكر له، فيها اهتمام
وتنبيه لك وحث لك على أن إيش تنتبه بأذنك وحواسك وتقبل بكليتك لتعلم ماذا سيذكر لك بعد كلمة ماذا اعلم. فهو كأنه يشد انتباهك، يشد ماذا انتباهك لتهتم بما سيقول لك. وهذا من طرائق التربية والتعليم. أقول إذن عرفنا معنى هذه ماذا اللفظة، قوله لطاعتك، أرشدك الله لطاعته. ما هي طاعة الله؟ طاعة الله موافقة المأمور به فعلا، موافقة المأمور به فعلا للمأمور وتركا للمحظور، وتركا للمحظور. هذا المراد بالطاعة. الوجه الثاني قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية اسم إن، وملة إبراهيم إما بدل وإما عطف بيان من الحنيفية. والحنيف، الحنيف مشتق من الحنف، وهو الميل عن الضلال، وهو الحنف الميل عن الضلال إلى الهدى. ويقابل الحنف الجنف بالجيم، يقابل الحنف الجنف بالجيم. فإن المعنى أي معناه هو الميل عن الاستقامة والهدى إلى الضلالة، هو الميل عن الاستقامة والهدى إلى ماذا؟ إلى الضلالة، يعني انحراف نعوذ بالله. فالحنيف هو المائل عن الشرك الذي هو أس الضلالة إلى التوحيد قصدا، مال عن الشرك إلى التوحيد قاصدا التوحيد، قاصدا التوحيد. قال الله جل وعلا قانتا لله حنيفا، قانتا لله، قاصدا أن يكون قانتا حنيفا لله. وقال جل وعلا حنيفا مسلما. وتجمع هذه اللفظة أو الكلمة على حنفاء. قال الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. والعرب أيها الإخوة تسمي قديما، العرب كانت تسمي كل من حج البيت أو اختتن كانوا يسمونه حنيفا أو حنيفيا، يريدون أنه على ملة إبراهيم. وأذن في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. واختتن إبراهيم بالقدوم أليس كذلك كما في الصحيحين وهكذا. فكانوا يقولون هذا الاسم على من اختتن أو حج تنبيها على أنه على ملة وطريقة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فملة إبراهيم إذن ما هي؟ هي الحنيفية. ما هي الحنيفية؟ الميل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، وهي التي عبر عنها الإمام محمد هنا أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، مخلصا له الدين.
الوجه الثالث المتأمل في القرآن يجد أمرين مهمين يتعلقان بالموضوع هنا، وهو يجد ويلحظ ويقرأ أن الله جل وعلا أمر نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، باتباع ملة إبراهيم. قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين. فهذا أمر من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك الأمر الثاني أن الله عز وجل أمرنا بأن نتبع ملة إبراهيم، فتجد أمر الله لنبيه وأمر الله لأمة نبيه، فقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. الوجه الرابع أن هذه الحنيفية هي التي خلق الله الخلق لأجلها، أي لتحقيقها، وهو أن يعبد العبد ربه مخلصا له الدين. والعبادة، لأن الشيخ قال أن تعبد الله، أليس كذلك؟ العبادة لها مفهوم عام ولها مفهوم خاص. العبادة لها مفهومان، مفهوم عام ومفهوم خاص. فالعام قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: طاعة الله بامتثال ما أمر به، طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله أو على ألسنة الرسل. هذا المعنى المفهوم العام للعبادة. وأما المفهوم الخاص فقد قال عنه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي أيضا خلافا لمن تحذلق فنفى، وتحذلق أقول فنفى وسفسط، هي غاية الذل مع غاية الحب، خلافا لمن سفسط وتحذلق. نعم، قال الإمام ابن القيم في نونيته: وعبارة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهي غاية الحب مع غاية ماذا؟ الذل لله جل وعز. هذه العبادة أيها الإخوة مدارها على 15 قاعدة. العبادة مدارها على 15 قاعدة. يقول الإمام ابن القيم: مدارها العبادة على 15 قاعدة، من كملها، 15، من كملها كمل مراتب العبودية، من كملها كمل مراتب العبودية. قال: وبيان ذلك
أن العبادة منقسمة على ماذا؟ على القلب واللسان وماذا؟ والجوارح. والأحكام للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح، أي الخمس. وهن أي الخمس الأحكام، التكليفية هذه. قال خم وهن لكل واحد من القلب واللسان وماذا؟ خمس وخمس وخمس، صارت كم؟ خمس عشرة قاعدة. مدار العبادة من كملها كمل العبودية. أنت لا تبحث في أدنى درجات العبودية، ابحث عن أكملها. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله من المدارج. أقول: وظائف الشرع من الصلاة والزكاة والصدقة والحج والصوم ونحوها من هذه الأمور، تسمى هذه الوظائف المكلف بها العباد تسمى عبادات، أليست كذلك؟ لماذا سميت بالعبادات؟ سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها. على أي وجه يفعلون؟ أنت عندما تصلي، وعندما تتصدق، وعندما تحج، وعندما تصوم إلى غير ذلك، أنت تلتزم هذا الفعل وتقوم به خاضعا لله، أليس كذلك؟ ذليلا منكسرا راغبا فيما عند الله راهبا منه جل وعلا، أليس كذلك؟ نعم. قول الشيخ رحمه الله: مخلصا له الدين، أي أن المرء يقصد بفعله للعبادات وجه الله، لا يريد بذلك حظا ولا رياء ولا سمعة، لا يقال متنسك ولا يقال كذا ولا يقال ولا يقال. فلا تعبد الله إلا مخلصا له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واضح؟ وهذا فيه بيان مهم، قول الشيخ مخلصا له الدين فيه بيان مهم، وهو أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. الأول ما هو؟ الإخلاص. والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اختل الإخلاص، إذا اختل الإخلاص صارت العبادة شركا، أليس كذلك؟ وإذا اختلت المتابعة صارت العبادة ماذا؟ بدعة. واضح؟ فإذا اختل الإخلاص صارت ماذا؟ شركا العبادة، وإذا اختلت المتابعة صارت بدعة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، هو إله واحد سبحانه، كذلك العبادة لا يجوز أن تكون إلا له. فكذلك ينبغي أي يجب أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية سبحانه. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى كلامه رحمه الله. واضح؟ الوجه الأخير الخامس:
إن الله عز وجل، لتعلم أيها العبد المحب أن الله عز وجل خلق الثقلين لتحقيق هذه العبادة العظيمة، ألا وهي ماذا؟ الحنيفية، ألا وهي الحنيفية ملة إبراهيم، وأمر الثقلان بالقيام بها. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ ليعبدون. إذن من هذا تعلم وتدرك الحكمة الشرعية الدينية في خلق الله لهذا الخلق. لو سألتك ما هي الحكمة الشرعية الدينية في خلق الله للثقلين، بماذا تجيب؟ ها؟ العبادة، تحقيق العبودية لله، ها؟ وإفراده جل وعز بماذا؟ ما الدليل؟ والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: معنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه، ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرفت، أيوة اقرأ، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. لا، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. نعم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. أكمل. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم. هنا يقول الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم. كلام على هذا المقطع من وجوه: الوجه الأول في قوله خلقك الله لعبادته سبق بيان معنى العبادة، وأن لها مفهوم عام ولها مفهوم إيش؟ خاص. واضح؟ نعم. الوجه الثاني: ذكر الشيخ هنا مثالا حسيا من باب التقريب. ذكر مثالا حسيا من باب التقريب للمثال المعنوي. فقال: فكما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، قال قبلها: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع إيش؟ مع الطهارة. واضح؟ فهو ذكر المثال هنا من باب ماذا؟ التقريب، وهو أن الشرك مبطل للعبادة، كما أن الحدث مبطل للطهارة، مبطل للطهارة. ف
فمن فعل شيئا من أنواع الشرك بطل إسلامه ودينه، كما أن من أتى بناقض من نواقض الطهارة، نعم من ريح ونحوها، بطلت ماذا؟ أو بطلت الطهارة. والسبب في هذا أن الشرك أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، الشرك أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا تدخل الجنة إلا نفس إيش؟ مسلمة. وهذا فيه رد على القائلين بأخوة الأديان ووحدة الأديان وغير ذلك من الترهات، نعوذ بالله. فلا يمكن أن تدخل النفوس نفس الجنة إلا أن تكون مسلمة لله جل وعز. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيح عند مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك ينافعه؟ ومات على الجاهلية، أي مات على الشرك، فهل ذاك نافعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يوحد الله ولم يؤمن بالله. فلو قال ذلك لكان ماذا؟ دليل على الإيمان وعلى إسلامه لله جل وعلا. وضح. الوجه الثالث أن الله عز وجل قد بين في كتابه العظيم خطر الشرك وحال أصحابه أي المشركين في آيات كثيرة، تنبيها وتحذيرا من الوقوع في الشرك، نعم، لئلا يكون واقعه أو مقترفه من أهله والعياذ بالله. فيحذرك جل وعلا أو يحذر المؤمنين من الوقوع فيها أو فيه حتى لا يكون مصيرهم مصير المشركين. قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال سبحانه وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل عن لقمان:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي سورة الأنعام ذكر الله عز وجل 18 من الأنبياء والرسل على نسق. في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل 18 من أنبيائه ورسله في نسق، ثم قال بعد أن ذكر عنهم سبحانه قال في ختمها: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا الوعيد متوجه أو منصب عليه، فما بال من دونه؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويقول جل وعز: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في آيات كثيرة. وقال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح عند مسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الوجه الرابع: وجهك الشيخ أيها الطالب، وجهك الشيخ إلى أنه متى عرفت أن أهم ما عليك معرفته هو التوحيد، وجب عليك والحالة هذه أن تعرف ضد ذلك وهو الشرك بالله جل وعلا. إذ كما أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، فإن أعظم ما نهى عنه ماذا؟ الشرك. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وذلك، تريد أن تعرف؟ قال: وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فما سيذكره الشيخ هو مستقى من ماذا؟ من كتاب الله جل وعلا. فليس بدعا من القول، فليس وبدعا من ماذا؟ من القول. إذن هذا المراد أن تعرف الحق بتفصيله، وأن تعرف الباطل بماذا؟ بتفصيله لتجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، هذه أولى القواعد. بعد هذه المقدمة وهذا التمهيد الذي هيأك له الإمام محمد، مقدمة نفيسة عظيمة فيها دقيق المسائل وعظيمة الفوائد، بدأ رحمه الله بالقاعدة ماذا؟
الأولى، وهي من القواعد كما قلنا أنها الأساس. القاعدة معناها ماذا؟ الأساس. قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك أي الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. والدليل الآية. الكلام عن هذا، عن هذه القاعدة، من وجوه: الوجه الأول قال أن تعلم، إذا كنت أهلا للعلم فاعلم، أما من لم يكن أهلا لهذا الخطاب فإنه لن يعلم. إذن هذا تنبيه على أنه إن كنت من أهل الخطاب فتأمل ما سأذكره لك واعرفه واستفد منه. أن تعلم أن الكفار يريد أن يعلمك بالدليل. أما قال رحمه الله أن هذه القواعد الأربع ذكرها الله في كتابه، جاء بالقاعدة مع ماذا؟ مع دليلها، ليربيك يا طالب العلم على معرفة الحق بماذا؟ بدليله. أن تعرف الحق بدليله، فهو يريد أن يعلمك الحق بالدليل، أن هؤلاء الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث إلى الناس، أولئك كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. كانوا مقرين بماذا؟ بتوحيد الربوبية، وقوله مقرون بأن الله هو الخالق الرازق. فإذا هم مقرون ومؤمنون بتوحيد ماذا؟ الربوبية. إلا أنهم لم يخلصوا العبادة لله، لم يخلصوا العبادة لله جل وعلا. فهذا الإقرار لم ينفعهم، إذ لم يدخلهم الإسلام ولم يخرجهم من الكفر، ولهذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ما آمنوا بالله جل وعلا حق الإيمان. واضح؟ الأمر الثاني، أو قبل أن ننتقل إلى الأمر الثاني تتمة، هم مقرون بتوحيد الربوبية غير مخلصين لله في العبادة. تأمل ما تقدم، أن الشرك يفسد العبادة كما أن الحدث يفسد ماذا؟ الطهارة. فعندهم إقرار بتوحيد الربوبية، لكن عندهم شرك في توحيد الإلهية، فأفسد شركهم في توحيد الألوهية عبادتهم كلها. واضح؟ نعم. الأمر الثاني، أن الإقرار بربوبية الله جل وعلا مع صرف شيء من العبادة لغيره لا يسمى توحيدا، أو لا يعتبر توحيدا منجيا، لا يسمى توحيدا منجيا، أي لا ينجيك بأن يدخلك الجنة وينقذك من ماذا؟ من النار. فهذا ليس توحيدا منجيا. وبيانه أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم ينفعهم، فلم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم ماذا؟ الإسلام. ومع الأسف، ومع الأسف، فإن كثيرا من أهل زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو ما كان قد عايشه الإمام محمد رحمه الله في عصره، ويوجد في بعض الأمصار والأعصار، في بعض الأمصار في هذا الزمان من حاله كتلك الحال، أن كثيرا من أهل هذا الزمان، من أهل زماننا، يظنون أن التوحيد هو اعتقاد مشاركة غير الله مع الله في الرزق ولماذا
والخلق والتدبير، دون النظر في مسألة صرف العبادات أو العبادة لغيره، فيظنون أن صرفها لغيره لا يعتبر ماذا؟ شركا. وضح؟ مع الأسف قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول الإمام ابن القيم فائدة نفيسة في الفوائد: هنا يتكلم رحمه الله قال فائدة جليلة، هو يقول عنها جليلة، هو يقول عنها إيش جليلة؟ أنت تقول عنها مثلا غير جليلة؟ ممكن ليس كذلك، ما يصير. قال فائدة جليلة: مخالفة الأمر أعظم من عمل المنهي عنه. قال: هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة. ذكر جملة من الوجوه، والذي يعنينا في هذا المقام أن قال: الوجه السادس أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه، فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك، فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. قال: وهذا يتبين بالوجه السابع، أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقا إن غلبت حسناته سيئاته، يعني الموحد، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته، فمآله إلى النجاة، وذلك بفعل المأمور. باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. قال: ومن ترك المأمورات والمنهيات، تركها، ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. وهو ماذا؟ التوحيد. فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، قال: قيل يكفي في الهلاك، يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به، يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به. أما أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين؟ فآمنوا في باب الربوبية وكفروا وأشركوا مع الله في باب الإلهية، أليس كذلك؟ قال: يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به، وإن لم يأتي بضد وجودي من الشرك، بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره. قال: أنا لا أعبد غير الله ولا أعبد الله، أعوذ بالله. قال: بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره. فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه، ولهذا كان من أشد الناس عذابا. وضح؟ نعم. الوجه الثالث
نعم الثالث أظنها. نعم المهم الوجه الذي بعد هذا منه تعلم أيها المحب خطأ من فسر كلمة التوحيد بأن معنى لا إله إلا الله هي ماذا؟ لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، من بعض ماذا؟ من بعض أهل الضلال والانحراف، بل تعلم منه جهل من قال، أحد دعاة الصحوة كما يقال، نعم، أو مفسدي الصحوة هو أصح يعني ألصق بهذا، أن قال أن أحسن من فسر كلمة التوحيد هو سيد قطب، قالها هذا الدعي. هذا الدعي ما عرف معنى التوحيد، بل هو شريك لسيد قطب في ضلاله وانحرافه، شريكه ومروج له، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. فالإمام محمد هنا في هذه القاعدة أيضا يرد بهذه القاعدة الأولى على الذين يزعمون أن الشرك لا يكون إلا في توحيد الربوبية، أو على الذين يقولون بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، فهو يرد بهذا عليهم رحمه الله. إذن تقريره للقاعدة فيه رد على كل من فسر كلمة التوحيد بغير التفسير الصحيح لها، وهو لا معبود بحق إلا الله، أو لا يستحق أحد العبادة إلا الله. واضح؟ فكل من قال قولا خلاف هذا فهو مردود عليه بنص القاعدة. واضح بارك الله فيكم. نعم نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الله قال السائل: بدأ المصنف رحمه الله بالدعاء المتعلم ولم يدعو لنفسه، أليس هذا خلافا لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء لنفسه ثم لمن أراد الدعاء له؟ لا، ليس خلافا. أقول ليس خلافا، لا بد أن تعلم السنة حتى تحكيها، فهذا ليس خلافا، إنما هو مسلك صحيح لا حرج فيه. قال: هل هنا ما الفرق بين الحمد والشكر أم هما شيء واحد؟ ليس بشيء واحد، بل هما مفترقان. فالحمد من حيث المتعلق بينهما اختلاف، الحمد يكون باللسان، والشكر أعم من حيث التعلق والمتعلق، فإنه باللسان وبالقلب وبالجوارح. راجع كلام الإمام ابن القيم في عدة الصابرين وغيره. قال شيخنا بارك الله: أنا شاب حديث الاستقامة ولله الحمد، ولكني مبتلى بالأخذ من لحيتي والتقصير منها، فما هي نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟ من نعمة الله عليك أن هداك للاستقامة، فاحمد الله جل وعلا صباح مساء، في كل حين وآن احمده على الاستقامة على السنة. ومن نعمة الله عليك أن عرفك الغلط الذي وقعت فيه، من نعمة الله عليك أن عرفك هذا الخطأ الذي ذكرته،
فمن نعمة الله أيضا عليك أن تستغفره مما فعلت وأن تمسك عن هذا الفعل. فتمام الاستقامة أن تكون ملازما للسنة في قولك وفعلك وهديك. واضح؟ نسأل الله عز وجل أن يطهر قلبك وقلبنا وقلوبنا استقامة على السنة. قال: هل من كان يعرف حكما فيه خير للناس لكنه لا يستحضر أدلة من الكتاب والسنة يمكنه أن يدلهم عليه؟ على كل حال، بيان الحق للخلق يجب أن يكون بعلم وعدل. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا تكلمت تكلم بعلم، وإلا فاصمت بحلم. إذا رأيت خطأ ولكنه قد غاب عنك الدليل فلا حرج أن تبينه بالتي هي أحسن. واستحضارك للدليل هو الواجب. وماذا الواجب؟ العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم العرفان. واضح؟ نعم. مع الأسف كثير من الناس ومن الطلبة غاية علمهم ومنتهى تحصيلهم قال فلان بس. لا شك أن مقالات العلماء لها وزنها وثقلها في الشرع المطهر، إذ إنهم هم الأدلاء الحقيقيون للناس الهدى. ولكن يجب أن تعلم مأخذ ذلك العالم إذا ما قال قولا، أما تقف قال فلان فقط. وضح؟ فتعلموا وتربوا على العلم الصحيح. الأزمة أزمة علم صحيح. وما أكثر الشبه، وما أكثر المشبهين على الناس، وما أكثر الذين يريدون المتشابه ويتركون المحكم تدليسا وتلبيسا على الناس والعياذ بالله. قال بعض المبتدعة كجماعة التبليغ يقولون: أنتم السلفيين وتنكرون علينا الأصول إيش؟ الأصول الثمانية أو كذا، الأصول الستة، وعندكم الأصول الثلاثة وقاعدة الأربعة وغيرها. يعني هذا الكلام يعني سقوطه يغني عن إسقاطه. هو هذه فرقة مبتدعة ضلال نعوذ بالله منهم، ونسأل الله لهم الهداية إلى السنة. أما آتي بشبهتهم وأقول: أنتم عندكم أصول، من من أين لكم هذه الأصول الستة ومن ابتدعها؟ هاتوا شيخكم الذي ابتدع هذه وانظروا على أي طريقة أو طرق كان، هل كان على السنة أم كان على البدعة. ثم هنا مغايرة كلية من كل وجه. لم ينكر أحد من أئمة السنة وعلمائها على الإمام محمد رحمه الله أن قال وكرر وألف هذه المؤلفات وسماها هذه المسميات، أليس كذلك؟ بل يدرسونها مقرين له فيها، وكلها منتزعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومراده منها تقريب العلم لأفهام الطلبة ليس إلا. وضح؟ وأما أنتم فكم المنكرون لكم، كم المنكرون؟ لا يوجد عالم واحد من علماء السنة المحضة يقركم عليها، فأي الفريقين أحق بالأمن؟
قال يا والله يا شيخ إننا نحب في الله، نحب في الله أو كذا في هذا في هذه الفترة. نعم، في تونس حملة على هذا الإمام، يقصد أظن الإمام محمد رحمه الله، في جميع وسائل الإعلام بعدما قام بعض الأشخاص بحرق أو كذا بعض الأضرحة أو التوجيه. الإمام محمد رحمه الله لا يحارب في هذه الفترة، من قديم يحارب ولا زال يحارب، وإذا ما أرادوا صد الناس عن الحق قالوا هؤلاء وهابية، أليس كذلك؟ والإمام محمد رحمه الله هذه كتبه وهذه رسائله، فمن كان عنده غير الحق الذي ذكر يتفضل يبين ضلال الإمام محمد ودين الإمام محمد الذي جاء به الجديد كما يدعون أو يدعون. هي شنشنة أعرفها من أخزم من قديم، عاد أئمة السنة من قديم، هؤلاء المعادون لحملة الحق ودعاة الحق أهل السنة وغيرهم، سلفهم في ذلك الكفار، فقالوا في نبي الله في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ساحر وكاهن ومجنون وكذاب، وأليس كذلك؟ وقالوا 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 في أئمة السنة بعده ينفرون، كم نفروا عن أئمة السنة، لكن هؤلاء كالذين يريدون أن يغطوا ضوء الشمس بالغربال، ما يستطيعون، فإنه حق. على كل حال يجب أن تبين مناقبه بعلم وعدل، ولا نجد يعني نعقد على مثل هذه المسائل، بمعنى تأتي في مكان فيه كما يقال مثلا قتال واقتتال تقيم محاضرة عن الإمام محمد الوهاب، فالحكمة تقتضي أن تتدرج مع الناس لترغبهم في الحق، وأن من علماء الحق الذين يدعون إلى هذا الحق علماء كثير من الصحابة والتابعين، وتمر بهم حتى تصل بهم إلى الإمام محمد، وتذكر مناقب هذه الدعوة السنية التي صار، وأنه ما جاء بدين جديد إذا احتاج إلى هذا. واضح؟ نعم. هذا يقول نريد منكم وفق جزاكم الله خيرا أن تجروا لنا اختبارات على متن، على كل متن، فذلك أنفع للطلاب. ما الذي أدراك أنه أنفع؟ أهكذا كان علماء السنة عندما يدرسون وأشياخ السنة يجرون امتحانات على الطلاب؟ ما الفائدة الذي أنت جئت من أجلها؟ جئت لتتعلم علما، صحيح؟ العلم صيد والكتابة قيده، فالذي يجب عليك أنت أن تراجع وأن تذاكر وأن تستذكر دائما وأبدا، أما أجعل لك اختبارات وراسب وناجح فهذا لا أفعله ولن أفعله، أترك هذا، وليس هذا بطريقة لأهل العلم، انتبه، ومن فعل فقد غاير الطريقة الصحيحة، وكما قيل ما هذا بعشك فادرجي، لمن خالف السند، انتبه بارك الله فيك. أما أجري تقول لي أنفع، كيف أنفع؟ كيف حكمت أنه أنفع لعموم الطلبة؟ أنت بينك وبين نفسك اجري نفسك اختبارا في البيت إذا تريد، وصحح لنفسك، بس لا تغش. طيب، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب
رحمه الله تعالى ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. قبل أن أبدأ أو قبل أن نبدأ في درس الليلة، أرغب في التنبيه على أمر يتعلق باللقاء الذي مضى، بارك الله فيكم. وهذا الأمر ما كنت أظن أن الأفهام تبلغ بأصحابه هذا المبلغ، فقد شرق بعضهم وغرب وأتى بالعجائب، والعجائب جمة ولا ضير، فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وبكل حال فلن أتعرض لما ذكر أو لما بلغني من ذلك، وإنما أستعرض بعض ما من قد التبس عليه الأمر فأجيب على أنه وجه والجواب عليه من باب ما بال أقوام، واضح؟ من باب الجواب على قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام، ألا وهو الأمر عندما سئلنا عن الامتحانات أو جعلوا اختبار للطلاب، سؤال الاختبار. لا شك أن هذه المسألة أخذت مسارا بعيدا وشرقت وغربت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد يكون البعض قصده حسنا وقد يكون البعض قصده سيئا، وهكذا، والله أعلم بنا وبهم. هذه المسألة بارك الله فيكم قد بينت فيما مضى من الجواب أن مسألة إجراء الاختبارات والتصحيح، يعني تصحيح الأسئلة، أسئلة سؤال وجواب، نعم وراسب وناجح، هكذا التصحيح، ليست من سنن أهل العلم. سمعها بعض الناس سنة، ليس من السنة. أنا قلت سنن، أعني طريقة العلماء. والجواب عن هذه المسألة أو بيانها أكثر إيضاحا أن بعض الناس قد استشكل وقد يعني أعذره نوعا ما، إذ بعض الناس أشد ظاهرية من ابن حزم نفسه. وعلى كل حال فمثل هذا من الأمثلة أن بعضهم فهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الوارد عند البخاري وغيره في الصحيح، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شجرة أو إن من الشجر شجرة كالمؤمن، نعم، وهي ماذا؟ النخلة، الحديث. وكذلك حديث لما كان معاذ رضي الله تعالى عنه رديف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ والأحاديث التي تدور في هذا المعنى والفلك. وبوب الإمام البخاري لهذا الحديث في بعض مواضعه باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبرهم أو ليختبر ما عندهم من العلم. أقول إن الإمام البخاري رحمه الله قد خرج هذا الحديث في 10 مواضع من صحيحه، 3 منها في كتاب العلم، منها هذا الباب الذي ذكرناه، ومنها باب قبله، باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا،
ومنها باب ثالث كلها في كتاب العلم، باب الفهم، باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. وليت هؤلاء دققوا في تبويب الإمام البخاري رحمه الله. هذا الحديث لا يدل على ما أرادوه ولا ما فهموه، وتبويب الإمام البخاري لا يدل على هذا الفهم أبدا. فقوله ليختبر ليس معنى الاختبار الذي ذهبت إليه أذهان الكثيرين، فكون المدرس أو العالم أو الشيخ يختبر أذهان الطلاب ويمتحن تيقظهم وعدم غفلتهم هذا من السنة، هذا من السنة، وهو الذي نفعله وفعله أيضا مشايخنا ومن قبلنا من العلماء، أنهم يسألون وهذا نطرح نحن، وقد طرحنا في مرات كثيرة ولازلنا نطرح الأسئلة في بعض ما نطرح من شرح. فمن ذلك أن قال أو أن قلت ما أعظم ما نهى الله عنه، أجاب البعض قالوا ماذا؟ الشرك. أعظم ما أمر الله به ماذا؟ إيش؟ التوحيد، وهكذا. فهذا طرح المسألة على الطالب اختبارا لذهنه وتيقظه وحضرته وعدم غفلته هذا من السنة، هذا من السنة، واضح؟ فالإمام البخاري رحمه الله، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنه جاء في نفسه أنها ماذا؟ النخلة. كيف عرف ابن عمر أنها النخلة؟ جاء عند أبي عوانة، جاء عند أبي عوانة في مستخرجه، وجه قول عبد الله بن عمر أنها النخلة، أو قوله في بعض الروايات وقع في نفسي أنها النخلة، قال فظننت أنها النخلة، عند أبي عوانة، فظننت أنها النخلة. لماذا؟ قال من أجل الجمار الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه أو إلى أصحابه ومعه الجمار، ها؟ ومن النخل، نعم، وجلس، فأتي النبي أو فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثل ماذا؟ مثل المؤمن. قال فظننت أو فوقع في نفسي أنها النخلة بدليل القرينة التي معه، وضح؟ بدليل القرينة التي كانت معه. وجاء عند البخاري في كتاب الأطعمة أن ابن عمر قال بينا نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ أتي بجمار فقال. يقول الحافظ في الفتح فيه إشارة إلى أن الملغز له كاللغز، وهذا من باب اختبار ماذا؟ الأذهان، ليس الاختبار تصحيحا وإيش؟ وترسيبا ناجح وراسب. قال أن الملغز له ينبغي أن يتفطن، أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه، كان أوقع في نفس سامعه. إذن هل هذا التبويب الذي فهمه من فهمه يدل على المعنى الذي ذكرنا ونفيناه عن العلماء؟ ليس هو من قريب ولا من بعيد. وقال أيضا الحافظ مستنبطا فيه امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه،
مع بيانه لهم إن لم يفهموه، أي يبين ذلك، لا يجعل الأمر ماذا؟ تعمية. قال: وفيه التحريض على الفهم في العلم، على الفهم في العلم، وقد بوب البخاري له باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. قال: وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام، لزيادة ماذا؟ الإفهام. واضح؟ وفي باب الفهم في العلم بعد أن ذكر الحديث بين مناسبة الحديث للباب، فقال رحمه الله: مناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة، فالفهم فطنة، فالفهم ماذا؟ فطنة، فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل، من قول أو فعل. وضح؟ فهذه الأحاديث وما جرى مجراها هو من باب طرح المسألة لاختبار أفهام الطلاب، لا أن أجري اختبارا عند ختم الدرس أو الدروس أو الكتاب وأقول فلان ناجح وفلان ماذا؟ راسب. نعم. والأمر الثالث بارك الله فيكم، لو تأملت في سير العلماء الذين درسوا وقرأت تراجمهم منذ السلف الأول، منذ السلف الأول، وما مر على هذه الأمة من إنشاء المدارس، نعم، كالمدرسة البيهقية والمدرسة النظامية والصلاحية وغيرها مما توارد عليها العلماء، نعم، ودرسوا فيها العلم، لن تجد أن أحدا منهم في ختم الدرس أو إنهاء كتاب أن أجرى ماذا؟ اختبارا للطلاب ناجح راسب، أجعل تحتها خطوطا أو فوقها خطوطا حتى يفهم هذا، هذا سنن العلم، يدرس العالم، يختبر أذهان الطلاب، إن كانوا فهموا فهموا، إن لم يفهموا أعاد ليفهموا، نعم، ثم بعد ذلك دور الطالب من مذاكرته للعلم، هو يذاكر ويتذاكر مع أخيه وصاحبه، مع أخيه وصاحبه ليثبت العلم، ليثبت العلم. ولو تأملت في الكتب المؤلفة في أدب الطلب والمنصوص عليها ستجد من مقالات العلماء مثلا ما ذكره العلامة ابن جماعة، قال: إذا فرغ الشيخ، أريدك أن تنتبه، إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به، أي بالدرس، لا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم، يعني أختبر ماذا؟ تيقظهم وفهمهم وإدراكهم. وضح؟ قال: يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم، فمن ظهر استحكامه، فمن ظهر استحكام فهمه، يعني أنه فاهم ضابط، فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكر، يعني سألتك فأجبت فكان جوابك إيش؟ صحيحا، وكررت سؤالا آخر فأجبت فإيش؟ فكان الجواب صحيحا، فما هو الدور؟ قال: شكره، قال له: أحسنت أو بوركت، نعم،
طيب من لم يفهم نقول راسب؟ قال ومن لم يفهم تلطف في إعادته له، تلطف في إعادته له أي إعادة ما لم يفهمه له، واضح؟ وقال أيضا رحمه الله أن الطالب أن يطالب الطلبة أي الشيخ إذا ما أنهوا حفظ متن عليه أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره. أنا أسألكم، هذا الامتحان وهذا الاختبار هو للنجاح والرسوب أو للضبط وعدمه؟ للضبط وعدمه. فهمت بارك الله فيك. الأمر الرابع، ظن بعض الناس أن لفظة اختبر وامتحن أني أمنع منها، وهذا لا أظن مدركا يدرك ما أقول أو ما قلناه مرارا وتكرارا أني أمنع، لكن الامتحان الذي هو في الذهن وتولد الآن هو الذي أقول أنه ليس على سن أهل العلم، وإلا فاختبار أذهان الطلاب وامتحانهم امتحان ضبطهم وتيقظهم وعدم غفلتهم هذا أمر لا ينكره أحد، لا يمكن إنكاره، وإما قلناه مرارا وتكرارا في شروحنا على النخبة والموقظة وغيرها أن من وسائل معرفة العلماء ضبط الراوي الامتحان، امتحانه لما يضبطه من المرويات، ليس بعد انتهاء شرح أو درس أختبره، أمتحنه فيما يحفظ، كما ذاكر أبو زرعة الإمام أحمد قال أبو زرعة لعبد الله ذاكرت أبا عبد الله في 1000 حديث فوجدته يحفظها، أو كما قال رحمه الله ذاكره على الأبواب والأحاديث. نعم، فهذه المسألة أعني مسألة الامتحان هي مشهورة مشتهرة ومقررة أنها من وسائل معرفة ضبط ماذا؟ الراوي، ضبط الراوي. قال بعضهم ولعل حادثة البخاري واختبار البخاري يعني ظاهرة. نعم، نقول إن الإمام البخاري قد امتحن كما هي في قصته الشهيرة اختبار أهل بغداد له، وقد تكرر امتحان أهل العلم بعضهم بعضا فيما يضبطون من المرويات، ويقلب بعضهم الأحاديث على بعض ليختبر ماذا؟ ضبطه، ليختبر ضبطه، كما قلب حماد بن سلمة على ثابت البناني أحاديث قال فلم تنقلب عليه، وقلبتها على أبان بن عياش فانقلبت. وهذا القلب وهو نوع من أنواع علوم الحديث المقلوب، لما ذكر العلماء من طرائقه ماذا؟ الامتحان. من العلماء من منع القلب أبدا، ومنهم أو الأكثر على جوازه بشرط ألا يبقى حديثا، بمعنى لو قلبت فاختبرتك ولم تستطيع الجواب لا بد وجوبا أن أبين قبل أن تغادر الصواب من الخطأ حتى لا يستمر الخطأ ماذا؟ حديثا. ومنهم كما قلت من منع بالكلية. فهذا باب، وما قلته باب، وما قلته باب، واضح؟ ولعلي لو قربت لك أكثر فأكثر وأختم، وأرجو أن المسألة لا تتعدى أكثر من هذا، فلا تبنى القصور والعلال على أفهام سقيمة،
كم هي لو ذكرنا من المعاصرين من العلماء المعاصرين كم هي الكتب التي درسها الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز؟ كثيرة، صحيح؟ والكتب التي درسها شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه كثيرة، والعلامة مقبل رحمه الله، والعلامة العباد وغيره حفظه الله، والعلامة النجمي وغيرهم من العلماء المعاصرين وغيرهم. هل سمعت يوما ما أن اختبر أحد منهم طلابه بعد أن أنهى شرح كتاب سين جيم صاء ناجح راسب؟ موجود هذا؟ بعضكم لعله درس أو يدرس في المسجد النبوي عند شيخنا، صحيح؟ ها؟ كم هي الكتب التي شرحها؟ عديدة. هل اختبر يوما ما؟ فهذا مثال. أنا أقول لن تجد لو قرأتها في تراجم الأئمة أن فعل أحدهم هذا الذي يقال. قد يقول قائل إذن معنى هذا أن الدراسة التي في الجامعات أو في المعاهد المنتظمة هل هذا أنه لا يجوز؟ قلت لك طريقة العلماء هي الشرح على الذي ذكرنا والطريقة التي ذكرت لك، أما هذه الجامعات والجهات العلمية الرسمية فلا ضير، أقول لا ضير من إجراء ما فيها من امتحان وتنظيم للأمور وترتيب لها فقط، ليس إلا أنت تسأل عن طريقة العلماء هذه طريقتهم، تسأل عن طريقة الوزارات هذه طريقتهم، ولا يصح أن تقول كما جاءتني بعض الرسائل أن بعض الطلبة قال إن الدراسة والحالة هذه أشاع بناء على قول السابق وأشاع في الطلبة أن الدراسة في الجامعة الإسلامية مثلا أو غيرها من الجامعات التي تعنى بدعة ولا يجوز. وهذا بارك الله فيكم من الاعتداء والفهم السقيم والافتيات والبهت، فلم أقل أنها بدعة، قلت هذا؟ أنا أقول ولا زلت وأصر للأدلة التي ذكرت لا ليست على طريقة العلماء التي سلكها أهل العلم في تدريسهم في حلق العلم، في حلق وجوامع العلم، واضح؟ أما أن يكون في إحدى الجامعات أو المعاهد فعل هذا فعل بالمفضول ليس إلا، ولا تزد على هذا بارك الله فيك، واضح؟ إذن هل يجوز الإنكار على من امتحن أو اختبر؟ لا يجوز، فهمتم؟ نعم. في سؤال؟ هذا من اختبار أذهانكم، بقي شيء؟ نعم تفضل. بل إن بعضهم يقول في جواب السابق حتى أني ذكرت قلت إذا كنت ولا بد فاعلا فاختبر نفسك في البيت فيما بينك وبينه، ها وصحيح لكن لا تغش، وكنت أذكر هذا على سبيل ماذا؟ الدعابة. قال بعضهم ما الفرق بين اختبار الطالب نفسه واختبار الشيخ له؟ طيب ماذا نفعل؟ يجب يا إخوة الأمور يجب أن تؤخذ بهدوء وروية، ولا يكون الواحد منا إمعة. الإدراك والفهم، قال الإمام البخاري رحمه الله باب الفهم في العلم، الفهم. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع، قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة،
فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم، هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة النافعة، والكلام عليها شرحا من وجوه. الوجه الأول أن هذه القاعدة فيها بيان حال المشركين، فيها بيان حال المشركين الذين سماهم الله عز وجل وحكم عليهم بالخلود في النار، وحكم عليهم بالخلود في النار، وأن هؤلاء مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بتوحيد الربوبية، وإنما أشركوا في توحيد الإلهية، وإنما أشركوا في توحيد الإلهية. وبيانه أنهم يقرون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، أنها لا تخلق ولا ترزق مع الله، وإنما اتخذوها لتقربهم من الله زلفى، إنما اتخذوها لتقربهم من الله زلفى ولتشفع لهم عنده، فهم إذن عبدوها على جهة القربة، فهم عبدوها إذن على جهة ماذا؟ القربة أو الشفاعة. فيقولون: إنا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، إلا لطلب القربة ماذا؟ والشفاعة. طيب لماذا طلبوا القربة والشفاعة منهم عند الله؟ السبب في طلبهم وتوجههم إليهم هو أنهم يدعون أن أولئك المدعوين أصحاب طاعات ودين، أنهم أصحاب طاعات ودين ولهم أعمال صالحات، لذا توجهنا إليهم، لذا توجهنا إليهم وطلبنا شفاعتهم عند الله، شفاعتهم لنا عند الله. الوجه الثاني أن الله جل وعلا ذكر هذا الذي قالوه في قوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ذكر الله جل وعلا هذا الذي قالوه وأشركوا به، وأشركوا به أي مع الله. قال: فدليل القربة، فدليل القربة، القربة قبل أن نتكلم عن الدليل، القربة القاف والراء والباء، القاف والراء والباء أصل صحيح يدل على خلاف البعد، أصل صحيح يدل على خلاف البعد، ذاك بعيد وهذا ماذا؟ قريب. يقال قرب يقرب قربا، قرب يقرب قربا، وفلان ذو قرابتي، تقول فلان ذو قرابتي، وهو لمن يقرب منك رحما، لمن يقرب منك إيش؟ رحما. والقربة
والقربى هي القرابة، والقراب مقاربة الأمر، والقربان ما قرب إلى الله، القربان ما قرب إلى الله من نسيكة ونحوها، من نسيكة ونحوها. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله هنا دليل القربة آية الزمر، قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قبلها الآية، قبلها أن الله جل وعلا قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقولهم ما نعبدهم، ما نعبدهم حصر وقصر، هذا الأسلوب فيه حصر وماذا؟ وقصر. ما نعبدهم حصروا إلا ليقربونا، إلا ليقربونا، أي لم نعبدهم لعلة من العلل، لم نعبدهم لعلة من العلل إلا من أجل ماذا؟ التقريب فقط، ليقربونا إلى الله زلفى. واضح؟ إذن حصروا وقصروا ما أرادوا بدعوتهم، أنهم أرادوا القربى، وأنهم أرادوا بذلك ما عند الله لا ما عند المدعوين. انتبه، أرادوا بهذا ما عند الله، ليقربون إلى من؟ إلى من؟ إلى الله. فهم لا يطلبون من؟ المدعوين، إنما يطلبون الله، ولكنهم جعلوهم وسائط، فحصروا طلبهم في القربى من الله عز وجل بطريق هؤلاء، بطريق هؤلاء. قال الإمام ابن كثير في التفسير، قال: قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد قال: إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. ما نعبدهم إلا ليقربونا، ها؟ قال: ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. قال: ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم، ماذا كانوا يقولون؟ يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هكذا كانوا يلبون، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. قال رحمه الله: وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، في قديم الدهر وحديثه. قال: وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها، أي رد هذه الشبهة والنهي عنها والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به، بل أبغضه ونهى عنه، بل أبغضه ونهى عنه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.